السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنبقاو إن شاء الله دائما في إطار لي طارت. غنوجدو اليوم واحد ميني طارت بالليمون، كيجيو زوينين. بقاو معايا. غادي نطلق العجينة ديالتي ديال الصابلي اللي خدمتها معاكم في جوج فيديوهات سابقين. غنقطعها، وغادا ناخد واحد ليمون بحال هكا صغار دهونين بالزبدة والدقيق. صافي، وغادي نوضع العجينة ديالتي، نلبسها للمول. صافي، وغنقطع ما تبقى من العجينة اللي خارجة من الجناب، غير بإيدي بحال هكا. غنلبس الليمون اللي بقاو عندي وغنرجع معاكم. بعد ما كملت الليمون ديالي غناخد واحد الفرشيط دائما ونحاول نثقب العجينه كامله باش ما تنفخش ليا. غنكون مشي على الفرن على درجه حراره 180 واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه بما حسيت بهم تهزو من المول، وغنرجع معاه. بعد ما طابو عندي ميني طاخت ديالي كيجوني في اللون على هذا الشكل هذا، غناخد كريم باتيسير بنكهه الليمون، راه نفس اللي خدمت معكم في الفيديو السابق، غير هذا زدت عليه قشره الليمون. وغنحتاج الليمون مقطع شرائح للتزيين. صافي، غناخد لي طاخت ديالي بعد ما بردو وغنوضع عليهم الكريم باتيسير. صافي، وغادي ناخد قطع ديال الليمون، قطعتهم شرائح رقاق كما كيبان لكم. صافي، باش نديكوريو بهم. كيجيو بهذا المنظر هذا، بالصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني طاخت اللي حضرت معكم اليوم. فيديو خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم. ما تخبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك في القناة والضغط على الجرس، وانتظروا ان شاء الله دائما الجديد. وبالصحة والراحة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.